اطفئ البلوتوث على هاتفكم سامسونج، قم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الاتصالات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على البلوتوث. وهكذا نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل البلوتوث، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.